حقيقة ارتباط الفنانة هي مرعشلي بنصيف زيتون، وتعرف على الرجل الذي ارتبطت به وما لا تعرفه عنها. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أطلت الممثلة السورية هي مرعشلي بصورة جديدة لها عبر خاصية الستوري في انستغرام من داخل حوض السباحة برفقة شاب مجهول الهوية، وطرح العديد من المتابعين علامات استفهام حول العلاقة التي تربطها هي بهذا الشاب الذي بادلته نظرات رومانسية وكأن هناك علاقة عاطفية تجمعهما. ولم تكشف الصورة عن ملامح الشاب بشكل واضح، إلا أن العديد من رواد السوشيال ميديا خمنوا بأن الشاب الذي يظهر مع هي مرعشلي في المسبح هو الفنان السوري نصيف زيتون، الذي سبق أن انتشرت شائعات سابقة عن وجود علاقة حب بينهما. لكن إحدى الصفحات المعنية بإخبار المشاهير كشفت عن هوية الشاب، كما نشرت له عدة صور واضحة. وبحسب المصادر فإن حبيبها هي سوري الجنسية، وهو من خارج الوسط الفني، اسمه الأول يوسف، وينتمي لعائلة غنية تعمل في مجال تجارة السيارات، وكان يعمل في قطر، كما أنه على علاقة بهيا منذ ما يقارب العام، وعلاقتهما رسمية، إلا أنهما لم يعلنا عنها لأسباب غير معروفة. وأطلت الفنانة هي مرعشلي من داخل المسبح بالمايو الذي ظهر جزء منه، وهي تتبادل نظرات رومانسية مع حبيبها الذي لم تكشف عن وجهه. وعلق الجمهور على إطلالة هيا، حيث وصفها الأكثرية بالجريئة، على الرغم من أن آخرين أكدوا أن هيا لم تظهر أي جرأة في إطلالاتها تلك. وتعرف الفنانة الشابة هي مرعشلي بجرأة أدوارها وطريقة اختيار لملابسها، الأمر الذي يثير الجدل حولها بشكل مستمر. يذكر أن الفنانة السورية هي مرعشلي دائما ما تكون عرضة لشائعات الارتباط، فبخلاف المطرب نصيف زيتون سبق أن ربطت شائعة ارتباط بينها وبين مواطنها الفنان الشاب يامن حجلي. وعلى الصعيد الفني تعرضت هي مرعشلي مؤخرا للهجوم بعد مشاركتها في مسلسل قيد مجهول، حيث رأى البعض أنه بالرغم من أدائها المميز في العمل، إلا أن الفنانة السورية باتت تحصر نفسها في أدوار الإغراء بشكل كبير، حيث أن آخر 4 أعمال لها ظهرت فيها بشخصيات جريئة نوعا ما. وبعيدا عن هذا الانتقاد، حقق مسلسل قيد مجهول الذي شاركت فيه مرعشلي إلى جانب كل من باسل خياط وعبد المنعم عميري ونضل الرواس نجاحا لافتا، حيث أشاد به المتابعون والنقاد، والعمل من إخراج السدير مسعود. والفنانة هي مرعشلي فنانة لبنانية شابة تنتمي لعائلة فنية كبيرة، فجدها لوالدها الفنان اللبناني إبراهيم مرعشلي الذي تزوج من جدتها الفنانة السورية ناهد حلبي، ووالدها الفنان اللبناني طارق مرعشلي، ووالدتها الفنانة الراحلة رندا مرعشلي. وبدأت الفنانة هي مرعشلي التمثيل منذ طفولتها، فشاركت في مسلسل أبو المفهومية للفنان الراحل ناجي جبر أبو عنتر. أما العمل الذي حقق لها الشهرة فكان مسلسل جلسات نسائية التي فازت عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة سورية صاعدة. وعرفت الفنانة الشابة هي مرعشلي بجرأة أدوارها وطريقة اختيار ملابسها، الأمر الذي يعرضها دائما للانتقادات، وباعتبارها فنانة جميلة تلاحقها أيضا شائعات الارتباط، وآخرها كانت شائعة ارتباطها بالمطرب السوري نصيف زيتون. والد الفنانة هي مرعشلي. الفنانة هي مرعشلي مع جدتها الفنانة ناهد حلبي. ولدت الفنانة الشابة هي مرعشلي البالغة من العمر 24 عام في 30 مايو عام 97 في العاصمة السورية دمشق، لكن أصولها تعود إلى منطقة المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت. ومرعشلي ابنة الفنان طارق مرعشلي والفنانة الراحلة رندا مرعشلي، اللذين تزوجا في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وأنجبا هيا عام 97 وانفصلا عام 2001، وانتقلت هيا للعيش مع والدها
وتولت جدتها الفنانة ناهد حلبي تربيتها. والفنانة هيا صرحت في عدد من اللقاءات أن علاقتها بوالدتها لم تكن قوية على عكس علاقتها بوالدها الذي تربت في كنفه، أما جدتها فهي بمثابة أمها حتى أنها تناديها بماما ناهد. ويذكر أن والدتها الفنانة الراحلة رندا مرعشلي تزوجت من مصفف الشعر نورس عبود عام 2003 وأنجبت منه أبناءهما جود وسيلينا، ثم ظلت في معاناة مع مرض السرطان حتى وفاتها في عام 2015، وكان وفاتها صدمة كبيرة لابنتها هيا. ولهيا مرعشلي شقيقة تدعى سيلا، فقد تزوج والدها من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب ابنته الصغرى عام 2013، والتي ترتبط بهيا ارتباطا كثيرا. وجد الفنانة هيا مرعشلي لوالدها هو الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي، الذي انفصل عن جدتها وتزوج بالسيدة اللبنانية غادة ميقاتي وأنجب منها ابنتاه ليالي ولمع، والأخيرة هي الفنانة اللبنانية الشهيرة لمى مرعشلي. وأول أعمال الفنانة هي مرعشلي في التلفزيون مسلسل أبو المفهومية عام 2003، ثم توقفت عن التمثيل حتى عام 2010. وشاركت الفنانة هي مرعشلي في قرابة 35 مسلسلا تميزت بأدوارها، وكشفت عن امتلاكها موهبة فنية كبيرة مكنتها من الوقوف أمام عمالقة الفن السوري أمثال رشيد عساف وسلوم حداد وعابد فهد. وفي الفترة الأخيرة حاول البعض الزج باسم هيا مرعشلي في أزمة مواطنتها الفنانة دانا جبر المتعلقة بتسريب صورها الخاصة، فقد هدد المبتز بأن مرعشلي هي الفنانة الثانية على قائمته التي تضم عدد من نجمات سوريا.